عجبك الملك هنعبر يا متقبر الشعب كسر فينا تصبر كيفاش تصور الزحف تمص وتخص والهم اللي في دول العدي ومنها وكان النص حرية في الخصم ووطن وكلوه الصبة اللي يسيب راس صبرة من حبة تبني وخطة تتربى يا مسخرة كعبت الريحة بلا 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 ما فرمى حتى كلمة صحيحة فيك تدريحة زي الفري متر وتتسول بي سيدة اليوم تضم اليوم حول موضوع الحلقة المفتوحة توبن جو اللي فيه 8 محاضرين باش يحاول يسهل المصطلحات حول الاوبن جروب وخاصة يحاول يفس علاش الاوبن جروب ولا الحكم مفتوحة اللي زلنا في تونس. كيفاش وصلنا للبورتال الاوبن جروب؟ كيف كيف ولي نحضر قبل ما كنتش نحضر في الاجتماعات تاع البلدية ولي نحضر بعد ما تم تركيز النيابة الخصوصية بعد الثورة. دونك كيريت سي لطفي والاعضاء تاع المجلس البلدي في كل اجتماع يفرق اوراق تاع لي بي في دو ريونيون اللي موجودين. بان سي لطفي والجماعات لفت لهم قلت لهم اني سمعت غاس با دم دوني سا اون بابي اعطيوني لا فيرسيون نيميريك وتنحطوها في الموقع. دونك دات الفكره من هكاك ناخذ لي بي في يبعثوهم لي بار ميل يجي بوبلي سا سور لو بورتال. دونك بدينا بالبوبليكاسيون تاع لي بي في محاضر لجان الاقتصاديه لجان برشا لجان ومن بعد عملنا البوبليكاسيون تاع تقارير تاع لي ريونيون بوبليك وبعد ابخي ان سارتان طون صار دونك بوليميك كبيره في الصياده وقت اللي صار لاميناجمون تاع رونفوا دو لوفا اون فيت في الصياده ديما وقت اللي مشينا نعطو رونديفو ولا حاجه نقولو نلقاو واحد الدوفانات. دونك يظهر لي اللجنه وزاره التجهيز قررت انها تعمل يعني امينجمون البلديه ما عندهاش حتى دخل في هذه الحكايه على خاطر يعني ان بروبليم دو سيكوريتي اي صافي اون كرون بوليميك صياده كيفاش الرومبوا هذا تنحى وعلاش تنحى وكيفاش وشنو باش يعملوا لنا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك جاتني فكره من عند واحد من اعضاء المجلس البلدي قال يعني زار شقولك في الموقع هذا نعملوا ان بي سونداج نشوفوا السيدية اش يحبوا بالنسبه لاوبن داتا. كيف كيف زاد بدات بانكدوت انه سي لطفي قال راهو عندنا مشكله لي روسيت نتاع البلديه فريمون سون ا سيك ولازم المواطن الصيادي يشوف اللي رحنا فريمون البلديه اون بوغ فيغ لا كاتاستروف اذا ما فماش لي روسيت من الفلوس الفلوس. دونك كيف كيف قلت له ساهل برشا الحكايه تعطيني لي بي بي لي روسيت لي زونتخي لي ديبونس سو فورما نيميريك ونحطوهم في البورتاي في السيت بتاعنا. دونك هذاك الاسبي اوبن داتا كيفاش بدا. دونك من شهر جافي حتى لتوا كل شهر عندنا لو بي بي تاع لي ديفونس تاع البلديه بالمليم حسب الروبريك واللي رسيت نتاعها كيفاش دخلت اكسيتيرا. خليت مهام البلديه الصعيده يعني في سبتمبر 13 سبتمبر 2011 لقيت الميزانيه تاع وضعية مش خاص بصعيدة تاع العام على بلدية جمهورية تونس المواد المالية خلصت ولقيت انتظارات من المواطنين من الجمعيات من الجمعيات الوادية والجمعيات الأفريقية طالبين الدعم من هنا بون نعرف باش تقول ولا الميزانية تاعك باش تفوز دونك حبيت نقول باش جوي لا تونس تقول هاوش عندنا حطيت لي بيلون فينونسيي مونسيال ما هذا كان تحقق في الفكرة ولاو المواطنين يجوا معنا المواد البديهية من الأدوات تي بي و تي بي حس كون فما ارتفاع في المواد وحس كون المواطن هو اللي يشوف فلوسه ريالمون ماشي خاصة كيف يشوف البيلون الفينونسي البيلون مونسيال لا ما كون فماش حتى فرنك باش لنا ولا لنا يعني ماشي كان في مو تنوي بون فما في مو تسيير تاع بلدية كون ماشي تنوي وماشي تحسين تاع العيش. التجربة هذه لقات صدى يمكن خارجي عن الجمعيات أكثر منها من الوسط الرسمي يعني لا الولاية لا باش تكون زوينة لا قال شبيك تعمل هكا لا شبيك تعمل هكا. يعني الحوكمة المفتوحة يسمها تبدأ خاصة على الصعيد الجهوي هذيك هي اللي باش تعمل الضغط على الدولة باش هي على النطاق المركزي نجم تفتح البيانات نتاعها وتولي تحمي وتعطي الإمكانيات اللازمة للجهات والإدارات الصغرى باش تفتح بياناتها للمواطنين.